نزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، اللهم لا تحرمنا ذلك يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، الحديث بإذن الله موصولا في كتاب تزكية النفوس ابن القيم رحمه الله، ولأبي حامد الغزالي، ولابن رجب رضوان الله عليه. وما أحوجنا إلى تزكية النفوس يا إخواننا، أو في كتاب تزكية النفوس يا إخواني تكلمنا عن أحوال النفوس وعما يصلح النفوس، ثم تحول بنا هؤلاء العلماء إلى إخواني إلى مراتب تؤهلك لأن تسعد في الدنيا والآخرة. وأول مرتبة مرتبة الصبر، أنك تعيش صابر وتأخذ بالأسباب. وقلنا ونكرر، ما ترضاش بعشتك. يعني ما ترضاش بعشتك؟ يعني ابحث على التوسعة. الله ما رضي لنا الفقر، الله لا يرضى لك أنك تعيش في أوضة وصالة، ما يرضاش لك. قال واسألوا الله من فضله، كم من فقير وهو من أهل النار، وكم من غني وهو من أهل الجنة، صح؟ إن جهنم لو سألنا لوجدنا فيها فقراء، لما؟ لأن فيها فقير متكبر، صح ولا غلط؟ صليتم على رسول الله. والجنة فيها غني شاكر. والكلمة بتاعت المشهور بها أن من رجال من العشرة المبشرون بالجنة فيهم ستة رجال أعمال يا إخواننا. صليتم على رسول الله، يا رب اجمعنا مع سيدنا النبي. تكلمنا عن الصبر، تصبر، ثم إذا صبرت صليتم على رسول الله أن ترضى، أن ترضى بكل ما أنت فيه، وسر ربك زي ما احنا نقول. ثم تحول بنا هؤلاء العلماء إلى مقام من أعلى المقامات، المدرسة أو الجامعة التي تخرج منها الأنبياء، ألا وهي إخواني في الله، أو ألا وهو خلق التوكل على الله رب العالمين. التوكل يا إخوتي ليست هي كلمات، بل إنما هي ثمرة، أو التوكل على الله ما هو إلا ثمرة لأعمال طال بها العمر، وأنت تجاهد نفسك حتى نظف القلب وثبت فيه الله. فلم ترى إلا بالله، ولم تسعى إلا في الله. طبقت آية واحدة إذا توكلت، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله يا أخي. كل حياتك حينما تصل إلى مرتبة التوكل على الله. لأجل ذلك هؤلاء العلماء لما عرفوا لنا ما معنى التوكل قالوا لنا هو يا إخواني صدق اعتماد القلب، صدق اعتماد القلب على الله، صدق اعتماد القلب مش اللسان يا إخواننا. ما أنت تسأل واحد تقول له أخبارك، يقول لك الحمد لله، لكن سب ولعن متأفف، هذا ما حمد إلا بلسانه. صليتم على رسول الله، يبقى صدق يا إخواني، قالوا صدق اعتماد القلب على الله بأنه لا يستجلب الخير ولا يدفع الشر إلا من؟ إلا الله. صليتم على رسول الله. وأول ما بدأ به الشيخ في هذا الكتاب قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له، أول آية صدر لنا في هذا الباب قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى لو ضاقت الأزمة بك وأنت تعيش في كروبات، يبقى علامة التقوى عليها إكس، عليها علامة استفهام. يبقى راجع التقوى إذا طالت الهموم، إذا ضاق الضيق. ربنا الذي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا بس، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فين التوكل؟ كمل، ومن يتوكل على الله. طب بالله عليك ما تكفينا ربع الآية دي؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كفيله. قلت لك لو اتصل عليك رجل ذو عمل مهم أو ذو مال وقال لك سيب الموضوع ده عندي أنا، كيف تنام الليلة؟ عندك أمر يرهقك ويقلقك، واتصل واحد عليك رجل مسؤول، رجل عنده مال، رجل عنده وسطة، رجل عنده أي حاجة، وانت في غاية القلق، فقال لك يا فلان سيب الموضوع ده عندي، كيف يكون الحال؟ كيف يكون عم أسامة؟ لاطمأن الواحد منا ولتمنى ظهور الفجر، متى يأتي الفجر؟ فكيف الله وتسمعه ليل نهار وهو يقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسيبك.
الله حسيبك يا حبيبي، لو امتلأ قلبك بالله والله لعشت عيشة ما بعدها عيشة من السعادة والهناء. وليس معنى أنك لا تصاب في مالك أو في نفسك أو في ولدك، مش معنى أنك أنت تكون مؤمن أنك لا تبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما أتاك الخبر عن رسول الله بأنه أوزي في نفسه وأوزي في عرضه وأوزي في ولده صلى الله عليه وسلم، وأوزي في أرضه صلى الله عليه وسلم، أوزي في صمعته، أوزي في زوجته صلى الله عليه وسلم، مات أولاده كلهم بين يدي رسول الله ما عدا السيدة فاطمة رضوان الله عليها، كلها بلا آت، ما من محنة إلا وجاءت بعدها محنة، صح ولا غلط؟ صليتم على رسول الله؟ هذا هو النبي. النبي خرج يوما من الجوع من بيته، ما حصلت معك ولا مع أبيك. من منا يا إخواننا طلع من بيته وقال ما لقيتش أكل أنا وعايز أمشي في الشارع بدور على إلومة عيش؟ اللهم إنا نسألك أن تسبل علينا سترك يا رب. ليس معنى أنك لا تبتلى، لأن الدنيا كلها بلاء وتقرأها ليل نهار. إحنا بنقرأ قرآن كويس، لكن يا ليتنا نفهم كما نقرأ. قال مولانا إخواني في الله تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك، من منا لا يحفظها في المسجد؟ صليتم على رسول الله؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على، وقال لك الملك، لم يقل الحياة ولا الموت، عشان عارفك بتاع مشاكل. عايز أقول لك أن الملك بيدي أنا، الرزق بيدي أنا، عارفك أنك أنت بتاع الأكل بتاع المام، أنت بتاع بطنك، فذكرك بأن الملك بتاعي أنا، أنا بس. تلك الآية غريبة لما تعيش فيها. تبارك، وبيقول أنا بينزه نفسه الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من هو الذي خلق الموت وال، يا بي أخويا عشك وانت مطمئن، مش تحطش بطنك بطيخ ولا تحط في بطنك شمام، لا، ضع في قلبك الله، مش هتموت غير لما تأخذ رزقك، صح ولا غلط؟ لن تموت نفس حتى إيه؟ تستوفي أجلها ورزقها. إمضاء سيدنا النبي محمد، سيدنا النبي وكذا ما قالش إنسان، لن تموت نفس، أي نفس، إنسان، حيوان، طائر، نملة ماشية في الأرض، أي نفس، صليتم على رسول الله، لن تموت حتى تأخذ حقك ثالث وامتلت، صليتم على رسول الله؟ صل بنا على رسول الله. قالوا حسن التوكل على الله أن يتجرد القلب من كل ما سوى الله، وده اللي تعبنا يا إخوان. سمحوني أنا آسف، أنا خايف أقول الكلمة دي وأستغفر الله منها برضك، أنا خايف أن يكون الله مش رقم واحد في حياتنا، كل واحد يجاوب على نفسه، الله رقم واحد في حياتك ولا أولادك ولا نفسك ولا دنيتك؟ كل واحد يجاوب عن نفسه. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. يبقى صدق الاعتماد على الله. وبعدين يأتي الشيخ بالآية دي يقول لك إيه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم الشيخ يأتي يا إخواني يعيشك كده ويحلق بك في، يعني يحلق بك في سماء الحديث، فلم يأتي لك نموذج من البشر، إنما يأتي لنا بأجمل ما، من أجمل ما قيل في باب التوكل من أحاديث رسول الله. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي يقول كده، لو تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله، لا لا ركز، مش تتوكل على الله وخلاص، حق التوكل، يعني انت فعلا ليس في قلبك الا الله بس، رايح المصلحه الفلانيه وخذ باسباب الحل، خذ باسبابها، وهنقول دلوقتي. يعني معنى ان متوكل على الله، عم ابو فلان شغال في البريد، او عم فلان شغال في المرور، او عم فلان شغال في الفلان، ما ينفعش اقول له طب انا بكره اعدي عليك في ورقه كده عايز اخلصها، ما روحلوش، غلط يا أخي. مل أين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتصل به لكن لا تعلق قلبك به وخلاص ومظبط الأمور، بس في أمر إنك أنت ما خدتش بالك منه.
إنه قد تذهب إليه في الصباح فتجده قد مات. كنتش واخد بالك من دين دي. لأجل ذلك في نفس باب التوكل يقول لنا الملك: وتوكل على الحي. لما تتوكل يا برنس توكل على واحد ما بيموتش. توكل على مين؟ على واحد ما بيموتش. وليس هناك أحد إلا من؟ إلا الله. ده الخطاب ده لسيدنا النبي يا إخواننا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ربنا بيقول للنبي كده سورة الفرقان دي يا إخوان. صليتم على رسول الله. التوكل على الله يا إخواتي في الله. قالوا: كيف تكون متوكل على الله؟ قالوا بعدة أمور. أولها أن تأخذ بالأسباب، تأخذ بأسباب حل المشكلة ولو كان حقيرا في شأنه. عليك 200,000، صليت مع رسول الله، ثم وضعت في قلبك السداد. أبشرك بأمرين، صليت مع رسول الله. الأمر الأول أن من توكل على الله كفاه، واحد. رقم اثنين، خاصة في طريقة المال دي إخواننا، من أخذ أموال الناس ليؤديها أداها الله عنه. لو أنت عليك مبلغ كبير ما تخافش، بس بشرطين: تحسن التوكل على الله في السداد، ويوم ما خدت منه الفلوس عندك النية أنك أنت إيه؟ هتسدها. والله بإذن الله لن تموت حتى توفي ما عليك، لأن جعلت الله ظهيرك وكفيلك. وكم من أموال انسدت عن بعض من الناس وما كان يظن أنها تفرج وتتسد. صليتم على سيدنا رسول الله. قالوا: الأخذ بالأسباب. لأجل ذلك ضربوا لنا النماذج في ذلك. وأكتفي بأمرين اثنين، يبقى تعلق قلبك بالله وتأخذ بالأسباب عشان إيه؟ تكون متوكل على الله. والنماذج على ذلك كثيرة. ومن أين نبدأها؟ نبدأ بأنبياء الله ورسله، ونبدأ صاحب التوكل فعلا. وما من نبي إلا وتوكل على الله رب العالمين. تعال انظر إلى سيدنا هود عليه السلام. هود بيد أن قال لهم ما قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، ويا قوم لا أسألكم علي أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. صليتم على رسول الله. في الآخر إخواننا في الله، فقال لهم سيدنا هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أنا توكلت على الله، خلاص خلصت. صليتم على رسول الله. سيدنا شعيب عليه السلام، قال سيدنا شعيب إخواني بعد الصلاة على رسول الله: عليه توكلت وإليه أنيب. سيدنا شعيب. أما سيدنا إبراهيم عليه السلام فله من القصص ما له يا إخوان، وأشهرها لما ألقي في النار وقد قيدوه بالحبال، وقيدوه يا إخوان في الله في يديه وفي رجليه، وحفروا له حفرة عملاقة، وأتوا بالمنجنيق عشان مش قادرين يقتربوا من النار، مش عارفين يمسكوه عشان يرحموه في النار كده، فوثقوه في المنجنيق وعشان يرموه رمي كده. صليتم على، وبالفعل قد فعلوا. وفي تلك اللحظة يختبر إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم ألك حاجة؟ من اللي بينزل له دلوقتي وهو موثق؟ سيدنا جبريل. وما أدراك ما جبريل؟ أقوى مخلوق خلق هو جبريل عليه السلام. أقوى مخلوق خلق هو سيدنا جبريل عليه السلام. فلما يأتي إليه يقول له: ألك حاجة؟ يا الله، لو فكر سيدنا إبراهيم فقط، لو فكر فقط بس لهلك، ولكن وفق في الرد مباشر. قال له: أما لك فلا. ما احنا اثنين زي بعض، احنا اثنين مخلوقين. أما لك فلا، وأما إلى الله فهو عالم بحالي، حسبي الله ونعم الوكيل. بس خرجت من قلب لا يعرف إلا الله. فجاء الأمر مش للمنجنيق، هم حيرموك فين؟ في النار. ومن الذي خلق النار؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ ينهر أبيض، هي النار شجرة؟ سبحانه، النار شجرة يا إخواني. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاع. النار متاع،
تتمتع بها، لكن دخولها نسأل الله العفو والعافية. صليتم على رسوله من طهي وطعام وشراب ودفء وغير ذلك، صح؟ صليتم على رسول الله؟ يا نار، نعم يا رب. قال لها كوني، قالت كنت، خلاص مش انت قلت كوني؟ يا بنا كنت. قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. قيل وما أكلت إلا الحبال التي ربط بها سيدنا إبراهيم. من الذي فعل ذلك؟ إنه الوكيل. عش مع لفظ الوكيل، ألا وهو الله تعالى. إلى امرأة هاجر، امرأة سيدنا إبراهيم، يتركها سيدنا إبراهيم يا إخواننا في مكان كل القصة معروفة. يا إبراهيم أفي هذا المكان؟ مكان لا فيه إنس ولا زرع ولا ما فيش إنس، ما فيش واحد صريخ ابن يومين، صحراء يا إخواني. والصحراء يا إخواني مخافتها أو تخيف القلب، تخلع القلب لما يسكن الجو وتعيش كده ويا غاب ويغيب القمر، تعيش في كتلة من الظلام، صح ولا غلط؟ الله أمرك؟ قال لها نعم. قالت إذا لا يضيعنا، خلاص مع السلامة أنت. لما أثبتت وتجردت وثبت اليقين في قلبها نفذ الطعام والشراب يا إخواننا في الله من عندها، فقامت تبحث عن طعام، والطعام تحت قدمي ولدها، تحت قدم ولدها. بس يا أما تجري، وهذه أمك، أمك لن تجد أعطف ولا أحب ولا أرحم بك من أمك. أسمع إحدى الأمهات هو واقفة في المطبخ، يعني صليتم على رسول الله، بتصرخ بأعلى صوتها، المناور بتسمع بعضها كده، بتقول له يا ابني أقسم بالله أنا ظهري قرب يتقسم في الحرارة دي. والواد بيقول لها أنت عملت إيه؟ وإيه اللي عامله لنا؟ ومش وهي تجهز له الطعام. دي أمك يا أخويا دي، والله العظيم أخسر الخاسرين في الدنيا والآخرة من بسببه نزلت دمعة من عين أمه. اللهم بارك لنا فيهم يا ربي أحياء ومواتا يا رب، واغفر الأموات منهم. الشاهد بعد الصلاة على سيدنا رسول الله قامت تبحث عن الطعام، فوجدت يعني خلاص مرة الأولى الثانية الثالثة بين الصفا والمروة، فإذا بالغوث يأتي من عند الله فتفجر ماء، مية كمان مش عادية، ده ماء بطعام اللي هي مية إيه؟ اللهم لا تحرمنا من شربها حتى نلقاك يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. مية زمزم طعام وطعم وشراب، طعام وطعم وشفاء السقم. مية زمزم يا أخويا ممكن تقعد في المك في المسجد الحرام من أول الصبح وما تطلعش منه، ومش هتجوع، كل ما تجوع تضرب لك واحد مية. المية خلاف هذه المياه، خلاف مية زمزم، لو أنك شربت وأنت جائع تتعب، صح ولا غلط؟ أما ماء زمزم لا، لما صدقت مع الله تفجرت ماء زمزم. إذا لن يضيعنا، خلاص مش هضيعك. إياك والكسل، خذ بأسباب يا أخويا في الله النجاح، فذاكر كويس وراجع مذاكرتك كويس، صليتم على رسول الله ولن تخيب بإذن الله رب العالمين. وإن لم تقدر في الثانوية العامة أن تصل إلى ما أردت أن تصل، فاعلم هذا اختيارك، واترك اختيار الملك لك، ربما يكون مكان أفضل من كلية الطب وكلية الهندسة وكلية مش عارف إيه وكلية كذا، هذا اختيارك في البداية، وافعل ما كل ما في وسعك، ولكن إن تغير المسار، مسار حياتك، فاعلم أن هذا اختيار من؟ اختيار الله. والله عز وجل قال عن نفسه وربك يخلق ما يشاء ويختار. صليتم على سيدنا رسول الله. عندك مرض، عندك تعب، ما تتركش دواء ولا طبيب إلا وتروح له. اوعى تيأس في الساعة التي يسول لك الشيطان أن تيأس، كان فيها العلاج بإذن الله رب العالمين. إياك أن تقنط من رحمة الله. إن كانت عندك مثلا لم ترزق بولد إلى تلك اللحظة، خذ بالأسباب، وفي الساعة التي تيأس اعلم أن الله قد أذن بالفرج، فربما تأخر. صليتم على رسول الله، وعش على قوله تعالى أوليس الله بكاف عبده، أعش على قول مولانا جل جلاله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عش على قول مولانا في سبع مرات في سورة في القرآن الكبرى، سبع مرات
أن الذي يتوكل مؤمن فقط، أي المؤمنون هم الذين يتوكلون على الله، في 7 آيات في القرآن الكريم يختم ربي تبارك وتعالى بقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله 7 مرات. المؤمن هو الذي يتوكل على الله رب العالمين. قالها سيدنا يعقوب بعد أن فقد الولد الثاني، قال: فصبر جميل، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فعلا ما فيش أيام إلا وعاد الإخوة كلهم لما أحسن التوكل على الله، بل قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، قال على الله على ما نقول إيه؟ وكيل، هو استخدم الوكالة. هو خذ الآية اللي بعدها برضك: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم إلا لله عليه توكلت أنا يعقوب وعليه فليتوكل المتوكل. فلما صدق مع الله وكان صادقا ما هي إلا أيام، ولما دخلوا على صليتم على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إخواني ما توكل أحد على الله إلا وقد نصره الله أيها الإخوة الأكارم، لأن الله قال بكل صراحة: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أسأل الله أن يرزقنا حسن اليقين في الله، اللهم ارزقنا حسن اليقين فيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات، اصطبنا ولا تفضحنا يا رب، وزدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بخشيتك، املأ قلوبنا بعظمتك، املأ قلوبنا بمحبتك، املأ قلوبنا بحسن اليقين فيك أنك أنت النافع وأنت الضار وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.